وريتوها ببيتكم ودات لكم نيتكم. ايوا هذه هي لالا حنا ديالكم. ايوا السريعه خرجتي اختي كتفشر علينا كتفشر علينا وكتفشر عليكم تنتوما اللي عطيتوها اليد المساعده وخرجتوها للعالميه كما كتقول هي. قالت لك اختي هي تزادت برزقها ورزق كبير. واش عرفتو اختي؟ عرفتو السيده يا اختي راه احنا اختي ما حسبناكش. الله يزيدك ويعيدك والله يعطيك والله يفعل لك ويترك لك وهذا. ولكن الانسان خصو يكون متواضع، من تواضع لله رفعه. واش كتفهمي يا اختي هذا المثال؟ هذا راه مثال عطاه لنا الله عز وجل، قال لك من تواضع لله رفعه. السلام عليكم العزيز الغاليين الحباب ديالي الفنيين، شكرا لكم على التواصل ديالكم، شكرا لكم على التفاعل، شكرا على الكومنتات الزوينين، شكرا على الكومنتات الايجابيين والسلبيين حتى هما على راسي وعينيا. وشكرا على هذوك الناس اللي كيكتبوا لي الكومنتات السلبيين وانتوما كتشوفوا فيا وعارفين راسكم اش كتكتبوا. انا ما كنفاصيش الكومنتات، كنخليهم باش اللي دخل يمقتكم انتوما كمتتبعين كتكتبوا لي الكومنتات الخايبين. لحقيتش انا كما كتنعتوني، انا ما كنممش عباد الله، انا كنقول داكشي اللي كاين. وشكرا لكم على الكومنتات كاملين، وكنتمنى منكم اللي شاف هذا الفيديو يشوفوا حتى الاخر وغتسمعوا شي حاجه زوينه لربما تعجبكم. وكنتمنى منكم ديروا لهذا الفيديو ديروا ليه البارطاج وديروا ليه لايك لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك. اللي شافني يدير لي اللايك باش الفيديو يطلع وباش تعاونوا معايا وتدعموني في القناه ديالي. لهذا العزيز الغاليين اليوم غنهضروا على القريضه. عرفتي شنو هذيك اللبنه القريضه؟ انا كنقول لها القريضه والله ما نكذب عليك. واش عباد الله واش 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 كتشعري مني كتجلسي وتقابلي مع الكاميرا وتهضري ولا ما كتشعريش؟ بغيت عنعرف واش كيقول لك واحد المثل الله يجعل الناس يشكروني وما لا شكرت راسي انا ما كاينه ملذه. شكر راسو داز من هنا داز من هنا. كيقول لك قال لك شكون تيشكر العروسه؟ صحاباتها وامها وخالاتها والحزارات ديال صحاباتها. هي ديالك انت كتشكري راسك. خلي الناس يشكروك وخلي الناس يشكروك اختي. ماشي هكذا كتشكرك العروسه كيشكرها امها وخالتها والحزارات جارتها. قال انتما سمعوا طاطا بديعه شنو قالت لكم؟ قالت لكم العروسه كتشكرها امها وخالتها والحزاره ديال جارتها. هي دابا ديالك انت، دابا انت كتحزري راسك براسك وكتكبري الشر راسك براسك. خلي الناس تكبر بيك. لحقيتاش الا 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 بقيتي انت غرور؟ هذا راه كيتسمى غرور، هذا راه كيتسمى غرور وكتسمى الانانيه والنرجسيه اللي عطاك الله. انا خلقني الله. واش فكري رجلي اللي لبستك حيت انت لاباس عليك؟ واش فكري رجلي اللي لبستك القصيره؟ يلا سمعي طاطا بديعه شنو كتقول لك. ما تقطعيش الواد وينشفوا رجلي. لا هي قطعت الواد ونشفوا رجليها. واش فكري دوري وجهك كي جيتي؟ راه عندك تاريخ، راه عندك التاريخ باش جيتي. راه اليوتيوب ما كيرحمش. التاريخ باش جيتي بابا جيتي راه مازال كاين. سير رجعي له. لا خلاقيش انا برزقي. هذاك غير الفضول ديال المغاربه، هذاك غير الفضول ماشي الرزق. دابا يدوب. برافو عليك يا طاطا بديعه. كما قال طاطا بديعه هذاك غير الفضول ديال الناس ديال المغاربه الاحرار كيبغيو يعرفوك شنو غتعطيهم وشنو حيت انت فيك حل الفم. انا قاريه وانا وانا. واش اختي ملي كتبغي تجلسي اختي كتقري على الصلاه الناريه؟ علاش ما حطيتي لناش الدبلومات اللي قاريه؟ ورينا الدبلومات باش نعرفو قاريه متقفه. الدبلومات هما الصلاه الناريه. الدبلومات هما الصلاه الناريه. حيت مني مشي مرضني فيهم الفضول صافي. حيت حيت طاطا بديعه مشات رجعت لدارهم، مشات جابت الفقه والطلبه وداروا لها الصلاه الناريه. جات حلات القناه، جات حلات القناه. حتى كتسافري لحوسي معاك كتولي تجي ديري اللي بغيتي. كتمشي تما كتفعل هذاك الشيء. دابا ان شاء الله يتفضح كلشي، غادي يتفضح وكلشي في خبرنا. فهميني انت اللي غتفهميني. فهميني ما حنا اللهم لك الحمد الله يجعل ربي سبحانه وتعالى يرضي علينا، ما بغيناش يغضب علينا. داك الشيء اللي كاين. وكتخرجي وكتقولي انا ربي الحمد لله خلقني وخلق لي الرزيق ديالي ورزيق في الحوار رزيق يلاه تزادو كبير. اختي على الشيطان، اختي على الشيطان. راه الدنيا غراره والانسان ما خصوش يكون تايق في راسو. لحقيتاش مريضه يا المرض
المرض مشى غير هادي 3 ايام ولا 4 ايام مشى والتحاليل في الدواء اللي كتشربي واقيلا كتخرجي ديري الكاميرا وتجلسي تعطينا في الهضور وكتقولي ما شرباش الدواء يمكن وقيلا ما فيهاش مرض ديال العظام فيها مرض ديال الدماغ راه شفناك دابا كتنقزي والباسات ومسارياس وكتورينا جنيباتك وقومي جا قصي ورا اويلي صفات الله 50 عام قومي جا حد تما قصي ورا انت خصك تلبسي القميجه تسالي ركبه سي راه السن ديالك محترم كبير يتحترم هي ميمه ميمه هي ميمه انا كتسالي معايا ملي كتقول العبوسه كتقول لها الميمه راه كنتي ميمه والسبندينه ما تجيش السبندينه واش ملي كنا هكا وليناك واش ما كتشعريش براسك ملي كتجلسي حدا عبوسك وكتقول لها الميمه قولي لي بعدا الميمه حيت انتي راه انتي اصلا انتي ميمه انتي كون ولدتي في الصغر ديالك لا انتي ولا انا معاك كون ولدنا في الصغر ديالنا غيكونوا ولادنا وغيكونوا عندنا الاحفاد ديالنا اختي لا الشيطان وعيقي وفيقي وما تبقايش كابره في ديك النرجسيه ديالك اش الغرور داك الغرور داك الرباوك المغاربه وفيديو واحد المغاربه رباوك انت وعكوزتك صيفطوها للطبخ للكوزينه وانت صيفطوك سمعتيني المغاربه فيديو واحد 30000 كومونتير افرقوك رباوك داروا لك ليكوش وعطاوك البيبغو صيفطوك للحسيمه باش تدي المحتوى ديالك لقناتك وصيفطوا العكوزه دير العكوشه صيفطوها دير الكوزينه والطبخ ديالها سمعتي النصابات يا النصابات على المغاربه راه ماشي نصب غير نصبتو على الشاك ولا فلوس ولا شي حاجه كتنصبوا على الانسان في العواطف ديالو وتكذبوا عليه هادي شنو المحتوى عندكم لا محتوى لا والو كان غير كذوب والمهم هادي قناه لالي كنتمنى البارطاج وكنتمنى اقسم بالله راني عندها في الدار وشفت مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك الدار دارك وشفت شحال الحقيقات اللي نتوما غايبين عليكم غايبين عليكم لان كنقول خليني نهضر باش الهضره تبقى اللي عندي في دماغي تخرج على لساني لان شحال الحوايج هي ما كتقولهمش ماشي سعايا لان لقيتها كما قلت لكم في اللايف البارح بنت الاصول ماشي ديال السعايا ماشي كتخبعوا والديكم وتجيو تبرمدوا لنا هنايا في تحطمونا بالمراه المغربيه انت راه ما عندك لا غصب لا 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 دواء الوجه هذاك الدواء اللي درتي للوجه شفناه وجهك ما درتيه عليه ولا كحل اسكتبي على المغاربه حاطه الحليب وقلبتيه ما حيت لقيتيه خاسر الا كانت لا غصب خاصها الحليب خصك تشري الحليب ماشي تفلي على المغاربه وما كلشي حالف مدبع راه عرفنا باش الانسان كيتدبع بالصلاه الناريه وراكي فاهمه وراكي عارفه اش كديري ماشي داك كله حب هذاك هذاك ماشي حب ولكن داك الشيء كيتقادى الدوام لله داك الشيء كيتفضح وكيتسالى ودابا يخنز ونشموه دابا يعطي ريحته شحال قدكم تسترو ولكن انت ملي عندك انت الرزوقات ولا بس عليك لا جايه عند واحد الراجل ربع عاد الاولاد عنده ربعه ماشي ساهلين يهزوك ويهربوا بيك لا جايه على الاقل انت بخير يضرب مو عزري لان خصك تضربيه عزري لان انت رزقك كبير رزقك انت عندك الرزق فائض وراه ما بقاش داروا لك الابوني تابوناو معاك 40 في السيمانه راه تيبقى الناس عندهم مليون وما كيجيبوش المشاهده ديال مليون تيبقى لي زابوني تما وما كيدخلوش حنا خصنا المشاهدات المشاهدات راه كدوز وقتها سبع ايام د الباكو كدوز راه اللي سبقو كيعاودوا لك راه سبقوك الناس في 1000 ماشي غير 200 ماشي غير 200 مشاهده راه الناس 300 400 مشاهده 400000 500000 و600000 وراهم سمحوا كينشدوا الدبال رئيس ملي كيتفضح ما كيبقال وما هاش حنا خصنا الدوام يكون كما تيقول المثل قليل ومداوم ولا كثير ومقطع كيقول لك واحد المثل اللهم قليل ومداوم ولا جمعي راسك شويه لا هي تغرات جمعي راسك من الكذوب كساوك المغاربه وداوك المغاربه وكلوك المغاربه الماكله اللي ما عمرك كليتيها كليتيها قال لك انت خلقتي برزقك كلشي اللي خلقه الله خلق برزقه والدابه راه كيخلقها الله برزقها الدوده كيخلقها الله برزقها في قلب الحجره في قاع البحر كتاكل كيرزقها الله داكشي حنا كنعرفوه ياك ما عاودوك حنا ما داخلينش للاسلام وكل دابه ورزقها الا عند الله صح حنا ما كنعرفوش الله كنعرفوه اكثر منك على الاقل حنا ما كنديروش الصلاه الناريه كنخافوا الله وما كنتعداو على حد وما كنظلموا حد وسيري تبغي تكذبي ما جيش عندنا حنا راه كاين اللي كيتسيق غير كيتفلى عليك وكاين اللي تيشكرك حيت بحالك تا هما بحالك دوك اللي كيشكرك دوك التعليق زوين
وانتيا ماشي ريفية الحرة، انا قلتها لك. وهذا هو فيديو ديالنا ديال اليوم، وشكرا لك، شكرا لك طاطا بديعة اللي عاونتيني على هذا الفيديو. بارطاج 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 بارطاج، كما قلت لكم الله يعطيكم السر لهذه القناة، السهل بارطاج ماشي على شي حاجة. الحمد لله الوالدين خلاو قبر الحياة في المستورة هذه البنت، هي وخياتها خوتها مجوجين وهي مع خوها، الحمد لله مستورة من ناحية واحد التقيبة، ولكن بغات باش الدواء، بغات باش تلبس، بغات باش تسارى، راكم كتعرفوا الخوت. الأخ إيه كاين، ما مسكينة ما تاكل ما تعتق، ولكن الباقي راكم نتوما كلشي كيفهم، حتى واحد ما يدير راسو غابي، راه حنا كلشي كيعرف. راه باك اللي ولدك ملي كيكبر الإنسان راه كيعيا الوالد هاك 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 هاك، الله يحسن العوان. والولد الحمد لله اللهم لك الحمد كيبغي ختو بحال الميمه ديالو، ولكن الله يعطيكم السر. هاد القناه بارطاج، رميوها في الفيسبوك، تعاونوا معاها، يعني كل واحد يرمي لصحابو، ما كتطلب لكمش يتعطيوها الماده، كتطلب غير تبارطاجا صافي فقط. انا اصلا ما كنمشيش عند السعاين. شكرا طاطا بديعة، الله يكبر بيك. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، وشكرا لكم ومح عليكم، وديروا بالنصيحه ديال طاطا بديعة، تحياتنا لكم، وتحياتنا لحبابنا العزاز الغالي انيسه اينو انيستينو انيسينو انيسينو حنانينو يلا بسلامة عليكم اينو.